تفاصيل كبيره جدا. ما انت اللي جبت من الاخر اخبارك؟ شرفت بيك كتير والله شرفت بيك كتير. الله يكرمك ربنا يبارك فيك. والله لو عارف يسجلوا الحلقه دي ازاي لسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى مسجل. لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلت اقسم بالله، كنت قاعده حزينه فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مرتي، ربنا يسعدك. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياه انسان دي احلى حاجه في الدنيا او اجمل حاجه في الكون. يعني بقول لك لو هكتب لك مشيئتها هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبيه، ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك. انك انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموتي في النهايه، انت اللي هدانك نحيف ومصعصه ومحدش هيجي. ما قلت لك جبت من الاخر. تعال اتفضل معنا. معايا الدكتور احمد، دكتور تغذيه، وهو بيحكي عن اسباب النحافه. يعني مثلا بدل ما ناكل الثمره الفاكهه، بدل ما ناكل ثمره الفاكهه نفسها، لا نعملها على اي عصير. اللي الشخص اللي عايز يزيد في وزن بننصحه بشكل مستمر، حاول كل شيء يكون سايله وسهل في الهضم، لان الهضم يبقى عندك غالبا بايظ، فانت او تصلح الهضم بتاعك زي ان انت تنطق ببطء وتاكل ببطء، الاكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجه بتجري معاها، يعني كل حاجه بتجري حتى بنجري في الاكل، واحنا بناكل كده عايزين ننهض عشان ورايا الشغل معين وعندي حاجات معينه لازم اخلصها، صح كده؟ فانا بس فانا بشكل بسيط جدا لو احنا عايزين نحل مشكله، لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجود عندنا. ممكن نعمل تحليل صوره الدم كامله، نعمل تحليل الجراز، نعمل تحليل الغده الدرقيه، من خلاله نقدر نتاكد هل عندنا مشاكل صحيه. ما طلعش عندنا مشاكل صحيه في الموضوع ده بنفسه، يبقى بنركز على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا اللي بتفتح الشهيه، زي مشروب البابونج واليانسون والحلبه، وهذه الاشياء برضه بتفتح الشهيه. ومع الشاي والقهوه، ونحاول نركز على العصائر الطبيعيه، وممكن مثلا بعض الحاجات اللي بتزود الوزن زي المانجا والتيك. طب يا دكتور ازاي اعرف الوزن الصحي بتاعي؟ هناك طريقه سهله وطريقه نحن نستخدمها في العيادات، او نستخدمها كحسبه، تقدر تقول ان هي حسبه نموذجيه ان احنا بنستخدمها في العيادات. طب ايه الطريقه السهله؟ ان انا اطرح من الطول بتاعي 100. يعني يا سيادتك لو انت طولك مثلا 180، لو انت طولك 180 سنتي اطرح 100، يبقى انت المفروض الوزن بتاعك يكون 80، او اكتر من كده يبقى نقول في زياده في الوزن او بدايه سمنه، واقل من كده نقدر نقول ان هي انا دي الطريقه البسيطه، لكن ليس الدقيقه. ما نيجي نتكلم عن الطريقه الدقيقه اللي المفروض بنستخدمها في الاعداد، اللي هي مؤشر كتلي في الجسم. طب يا دكتور احمد، مؤشر كتلي ان احنا بنقسم الوزن على مربع الطول، الوزن بيبقى بالكيلو جرام ومربع الطول بيبقى بالمتر. يعني مثلا انا طولي 170 سم، بتضرب احنا بنحول السنتي المتر، يبقى متر وسبعه، يبقى 1.7 اضربها في 1.7، الناتج اللي هيطلع ده يكون في الرقم. احنا قلنا الوزن بالكيلو جرام فوق على مربع الطول، يبقى 1.7 في 1.7 ده الرقم بتاعنا. البطن بتاعنا بيكون موجود فيه ايه؟ بشكل بسيط البطن بتاعنا بيكون في الوزن بالكيلوجرام، نقسم الوزن على مربع الطول. النتيجه لو طلعت بتاعتنا من 18.5 ل 25، ده الوزن الصحي بتاعنا. اقل من كده بيبقى نحاسه، من 25 ل 30 دي بدايه سمنه، ولكن ليست سمنه وبنسميها زياده في الوزن او اوفر ويت. من 30 ل 35 دي سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، واكثر من كده من اكثر من 40 تبقى سمنه مفرطه او بدانه شديده. يبقى ده كده بشكل مختصر التقسيمه بتاعتنا اللي نقدر من خلالها نعرف الوزن الصحي بتاعنا.